أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في قول الله تعالى لا إكراه في الدين، هناك من يستدل بها على أن للإنسان الحرية المطلقة في دينه، فهل هذا الكلام صحيح؟ لو صحيح ما احتجنا إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب وتشريع الجهاد في سبيل الله، كان كل حر وكل يعبد ما يشاء ولا حاجة إلى هذا. كلام باطل. لا إكراه في الدين، ما أحد يدخل الدين في قلب أحد إلا الله جل وعلا، ما أحد يدخل الدين وحب الدين إلا الله، ما أحد يملك القلوب تصرف فيها، هذا معنى لا إكراه في الدين.